الخبر الأول اللي عدنا عن محمد جواني ورد على بيسان إسماعيل وأمها، أو نقدر نقول هو مو رد وإنما رد على المتابعين اللي قالوا له روح شوف رد أم بيسان. فجواني نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات يقول بيها إنه هو ما راح يردوا من هذا الكلام. شوفوها. هو شغلة شبكم ماسحين الأرض فيهم يا زلمة. أشوف رسائلكم تبعتوا لي إياها يا جماعة. في اليوم امبارح أنا وعدت فيه وعدت كل المتابعين، وأنا عم وعدي وأنا رجال وابن رجال تمام إنه راح يكون آخر رد، وحطلك الرد. اي حدا بيطلع بيعوي من بعدها حطلك الرد الكم فزوني طلع. هن مشتاقين حالهم بالفضيحه، يعني هن بهمهم الفضيحه، مهم ينشهروا يعني عادي. مشان هيك يا جماعه انا ما راح ارد على اي حدا، ما اذا بقى اسمه رد تمام. وانتم لاحظوا هن بعد ما نشروا ستوريات يعني كانت ضاربه هي، تعرفوا انتم. صحيح انا اسف على 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 منظر الرعب اللي شفته من الصبح، اول مره بشوف فيلم رعب على ستوري. اوكي حبايبي، ما راح يكون في اي رد. انتو حبايبي لاحظوا لي على الوقت، لكل اصدقائي اليوتيوبر حتى لو كان يوتيوبر جديد بيفهم هالموضوع هذا. بعد ما نشروا الستوري بساعتين ثلاثه اجت الصحيه قالت العمل عم تعاطي مشروب مضروب. طلعت على الستوري بعد ثلاث ساعات، لاحظوا على الوقت انتو عندها. قالت هو وعد جمهوره انه ما يطلع يرد علي، عجب راح يطلع يرد ولا لا؟ كل هالشيء جواني حارقكم، كل هالشيء الرد هيك هيك سمكم سم انت والحفوظه والثاني والثالث. طبعا هنا جواني يقصد انه انا بعد ما نزلت لكم الرد مال ام بيسان، ام بيسان رجعت طلعت على حساب بيسان بالانستغرام ونزلت ستوري تقول بي انه جواني ما راح يلتزم بكلمته وراح يطلع يرد علينا بالمستقبل، راح نشوف هذا الشيء. طبعا من الواضح ان ام بيسان خايفه من جواني انه يطلع يرجع ويرد عليهم مره ثانيه، فلهذا قالت هذا الكلام على مود جواني ما يطلع يرد. طبعا كل هالحرب الصايره وبيسان ما تدري اصلا بالموضوع، فام بيسان على حسب كلامها بالستوري تقول انه بيسان حاليا نايمه. الخبر الثاني اللي عدنا عن اسو واختها وليش صارت تبكي. فمريم نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات وتقول بيها شنو سبب البكاء واللي هو وضعها ويا الكورونا. طبعا بالبدايه اول شيء الحمد لله انه مريم حاليا تشافت من الكورونا وطلعت من المستشفى، فالف الحمد لله على السلامه. المهم احط لكم هذا الستوري شوفوا. يعني تعبت حق الله بعد ما ادري ايش اقول، والله العظيم ما ادري. وبالنسبه للشيء الثاني فاليوم هو يوم عيد ميلاد مريم، فكل عام بخير وان شاء الله الف سنه يا رب، ولا تنسون يا حبايب تعيدوها بالكومنتات. الخبر الثالث اللي عدنا عن انس واصاله وتضامنهم ويا الاسلام ضد مكرون واللي هم اللي سخروا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فانس نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات او ستوري واحد يحط بيه هو رد احمد الشقيري يدافع عن الاسلام من هالكلام، فحركه حلوه من انس واصاله واتمنى من كل المشاهير يسووها. وبس والله وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع يعجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناه. عدنا مقطع ثالث اليوم فجهزوا له، وبس مع السلامة.